قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت تايلين قالت إن اجتماعاتها مع كبار المسؤولين الصينيين في الأيام القليلة الماضية كانت مبشرة ومثمرة وساعدت في تحقيق الاستقرار للعلاقات المتوترة زيارة يلين هي أحدث محاولة من جانب واشنطن لإصلاح العلاقات ما بين أكبر اقتصاديين في العالم المتضررة من مشاكل تتراوح ما بين قضية تايوان ومشكلات المنافسة على امتلاك التكنولوجيا بعد زياره استمرت اربعه ايام لبكين كان هدفها تخفيف التوترات بين اكبر قوتين في العالم اعلنت وزيره الخزانه الامريكيه جانيت ييلن ان العلاقات بين الولايات المتحده والصين باتت لديها الان اسس اكثر صلابه ييلن قالت ان الهدف من زيارتها هو تعميق العلاقات مع الفريق الاقتصادي الصيني والحد من مخاطر سوء التفاهم وتمهيد الطريق للتعاون في مجالات مثل تغير المناخ وأزمة الديون ييلين أكدت أيضا أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة والصين ما زال على خلاف بشأن عدد من القضايا لكن المناقشات كانت مباشرة ومثمرة وساعدت في تحقيق الاستقرار للعلاقات المتوترة وزيارة ييلين هي أحدث محاولة من جانب واشنطن لإصلاح العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم المتضررين. من مشاكل تتراوح بين قضية تايوان والتكنولوجيا التي جذبت حلفاء البلدين إلى المنافسة، وزار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الصين الشهر الماضي في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي أمريكي منذ تولي بايدن الرئاسة، ومن المتوقع أيضاً أن يزور مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري الصين هذا الشهر، يأتي الجهد الدبلوماسي الأمريكي قبل اجتماع محتمل. بين الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمه مجموعه العشرين في سبتمبر المقبل في نيودلهي واجتماع التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي المقرر عقده في نوفمبر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحده عرض محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دوغالو اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الاوروبي للتضخم والبالغ حاليا 2%. كان كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي اوليفي بلانشار قد دعا منذ فتره الى رفع التضخم المستهدف عن 2% قائلا ان مبرر ذلك هو ان زياده المرونه التي ستقدمها تلك الخطوه للاقتصاد ستفوق التكلفه. قالت وكالة بلومبرغ إنه على الرغم من أن المستثمرين مدينون بالفضل لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في استقرار الوضع بعد رئيسة الوزراء السابقة فإن صبر المستثمرين شارف على النفاذ يأتي ذلك فيما أشارت بيانات إلى توقعات قاتمة تنتظر بريطانيا مع استمرار التضخم وتراجع نمو الاقتصاد ثمة مشكلات وتوقعات قاتمة تلوح في الأفق بشأن التضخم ونمو الاقتصاد البريطاني الذي يعاني تدهورا بالفعل مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى. وزير المالية جيرمي هانت من المقرر أن يعلن عن قواعد جديدة لسوق رأس المال في محاولة لزيادة جاذبية الخدمات المالية التي تضررت بشدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالوقت ذاته يواجه المستهلكون تشاؤم نفسه الذي يشعر به المستثمرون فقد تصل اسعار الفائده الى 7% وهو ما يعني معاناه كبيره لاصحاب القروض العقاريه والحكومه في ان واحد كذلك يفقد المواطنون ثقتهم في منظومتهم الصحيه العريقه المموله من الضرائب وهناك مخاوف من ان تؤدي الاضرابات المتتاليه لمراقب الحركه الجويه الى التاثير سلبا على عطلاتهم الصيفيه وكان مسح اقتصادي قد كشف ان علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني خلال شهر يونيو الماضي وان ضغوط التضخم لا تزال مرتفعه حيث أظهرت قراءة أولية أن مؤشر مدير المشتريات المركب لستاندرد أند بورز جلوبال الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير في ظل صعوبات تواجه المصانع اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير انه من الممكن ان يطور الاتحاد الاوروبي في غضون خمس سنوات برنامج ذكاء اصطناعي محسن خاص به سيسهم في تحسين انتاجيه الاقتصاد، وسبق ان اكد وزير الاقتصاد الفرنسي حاجه الاتحاد الاوروبي للاستثمار والابتكار من اجل تطوير انظمه ذكاء اصطناعي قبل تنظيم التقنيات الامريكيه التي تهدد التكتل بفقدان استقلاليته، ووافق البرلمان الاوروبي في يونيو على مشروع لتنظيم